موسم صادرات مصر من الموالح، يعني البرتقال أبو سرة والصيفي والليمون الأضاليا والمندرين، بيبدأ في 1 ديسمبر وبينتهي في 15 يونيو، والصادرات موزعة ما بين روسيا 30% من إجمالي الكميات و26% دول عربية و24% لدول الاتحاد الأوروبي و20% دول أفريقيا وشرق أسيا. تعالوا نقابل الدكتورة رشا راشد، مسؤولة الحجر الزراعي بمحافظة الأسكندرية، واللي بتتواجد طوال الموسم التصديري للموالح في محطة السعد فروت. احنا بنشرف على صادراتنا المصرية من الموالح من محطة السعد، بندور عليه، بنشوف ايه، بنأمن ايه الأسواق العالم. احنا الحجر الزراعي مختصين بجميع الصادرات الزراعية في صورتها الأولية والواردات الزراعية في صورتها الأولية. طبعاً الحجر الزراعي ده هيئة دولية، إحنا هنا في الحجر الزراعي المصري الجزء اللي إحنا هنتكلم فيه اللي بنطلع شهادة الصحة النباتية النهاردة لكل أسواق العالم محتاجاها عشان تسمح بهذه الصادرات تمام بالدخول لأسواقها. شهادة الصحة النباتية طب دي بتطلع زي دي بتبقى آخر مرحلة خالص، وهي عبارة عن إحنا بنستلم المزارع، مزارع التصدير غير المزارع الإنتاج المحلي. مزارع التصدير دي بنعمل لها زي تكويد من الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالقاهرة تحت إشراف دكتور أحمد كمال العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وفي مجموعة من الزملاء على كفاءة عالية جدا في كل الإدارات والمنافذ مختصين بجزئية المزارع، تكويد المزارع، إن المزرعة دي من رش مبيدات، من أفات ممنوعة حجريا في الدول الخارجية، دول مختصين إن هم المزرعة دي يدوها كود وتبقى مخصصة للتصدير. احنا رصدنا ايه السنة دي خوف او يقلق من آفات؟ بص احنا طبعا احنا كل دولة حسب الجو بتاعها، جو مصر جو حار طبعا، يعني احنا الشتاء يعتبر من الدول اللي شبه استوائية، يعني شبه استوائية دي يعني الشتاء دافي، فاحنا اكتر حاجة او اكتر آفة هي ممنوعة يعني هي زيرو، المفروض ان هي تبقى زيرو، هي ذبابة الفاكهة. محطة السعد فروت فيها 315 مهندس وفني وعامل، ده غير العمالة غير المباشرة، وبخطوط حديثة بتقوم بعمليات الغسيل والفرز والتحجيم والتشميع والتعبئة، حاجة تفرح، ولكل مجتهد نصيب بجد يستحق النجاح. تشاهدون